كنت أصلي في أحد المساجد إماماً بالناس، وكان يقف خلفي رجل يعني يبدو أنه متأثر تأثراً شديداً بالمقامات، إلى درجة أنه لا يسمع شيئاً إلا ويقلد مثله كالببغاء لكن في المقامات، حتى في الصلاة. يعني العجيب أن هذا حتى في الصلاة. فأنا وقفت وبدأت أقرأ: الحمد لله رب العالمين. وإذا من خلفي يقول: أنا تعجبت جدا وتوقفت قليلا بعد ما بدأت الآية الأولى، خشيت الناس يقولوا نسي الفاتحة، فقلت: الرحمن الرحيم. يعني قلت بقى مش هينفع، حاولت أن أنا أغير المقام لعله ما يستطيع أنه يعني يفعل غير هذا. مالك يوم الدين. قلت أعلو بالصوت تماما، وأحاول أن يعني آتي بأعلى جواب عندي حتى أسكته. فقلت: إياك نعبد وإياك نستعين. علي هو قال والله، وظل هكذا طوال القراءة، حتى إني لما ركعت قلت يعني: الله أكبر. بعدما انتهيت من صلاتي قلت لأحد الإخوة بجواري: يعني ما هذا؟ من هذا الذي يعزف خلفي ولا حول ولا قوة؟ قال: والله يا شيخ ده بس يعني حب يعيش الآيات. قلت: إن هذا لو تدبر لرقص. فإنا لله وإنا إليه راجعون.